السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب وحبايب قلبي. احنا هنعمل النهاردة ورك الديك الرومي بتتبيلة مختلفة. احنا عملناه قبل كده في فيديو مسبقا، يعني بتتبيلة، والنهاردة هنعمله بتتبيلة مختلفة. طبعا كالعادة احنا غسلنا الورك بتاعنا وشلنا الحاجات اللي جوه هنا، وخلينا الجلد بالطريقة دي اهو، خليناه بالطريقة دي اهو، وهبتدي اعمل فيه ايه، فتحات بالشكل ده. هبتدي اعمل فيه فتحات هنا كده بالشكل ده اهو، عشان اي تتبيلة انا هحطها كل اللحم يشرب منها اهو. هروح عند كل اللحم كده بالشكل ده كده، وادي فتحات اهو اهو بالشكل ده برضو. اهو انا كده خليت اللحم كله اهو يخش فيه النغزات دي بالشكل ده. ومعايا ايه؟ ومعايا علبتين من الزبادي اهو. انا حابه ان انا ابيته، طبعا انا غسلته بايه، ملح، دقيق، خل، نقعته فيهم حوالي اكتر من ساعه، اكتر من ساعه نقعتهم فيه ونضفته خالص من المحلول اللي انا حطيته فيه ده. ودلوقتي هحط فيه زبادي، هبيته بالزبادي بس عشان يطري لي اللحم بتاعه، وان شاء الله بإذن الله هنعمله في الفيديو مع بعض بطريقة جميلة 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 هتعجبنا كلنا اهو. انا حابة ان انا ادعكه كده، ادعك اللحم كله كده بالزبادي بس، وهبيته بالزبادي كده مع نفسه كده اهو. حابة ان انا ادعك كل حتة فيه كده بالزبادي. الزبادي ده يعني طبعا انا قلت في الفيديو قبل كده ان الزبادي ده بيبقى جميل قوي 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 قوي، وبيطري اللحم بطريقة جميلة. نيجي هنا برضو اهو، ادي فتحات بالشكل ده كده اهو اهو بالشكل ده في كل حتة، عشان خاطر الزبادي بتاعي يخش في كل حتة اهو اهو، طبعا مغسول ومتنضف اهو. طبعا هجيب الزبادي كله كده، هدعكه بيه كله كده، هخلي اللحم كله يشرب من الزبادي، مش هحط اي حاجة تاني، وان شاء الله هبيته بالشكل ده، وبعدين بإذن الله نتعامل مع بعض. وده يا حبايبي معانا اهو، بعد ما بيتنا الورك بتاعنا دوت ليلة في الزبادي، هنشوف مع بعض احنا هنتعامل معاه ازاي. احنا كده بيتناه ليلة بعد ما نضفناه ونقعناه في الخل والملح والدقيق، ونضفناه كويس تمام تمام خالص خالص على الاخر، ان احنا نشيل منه اي زفارة، عتبناه بالزبادي بس وحطيناه في التلاجة. وممكن برضو التتبيلة اللي انا هعملها دلوقتي كنت تبلتها مع بعض كلها من بالليل، وحطها كل ما قعد في التتبيلة بياخد طعم اكتر. بس انا للأسف الصلصة ما كانتش متوفرة معايا، انا كنت بعمل الورك ده حوالي الساعة 1 بالليل. دلوقتي نشتغل مع بعض ووريكم ايه التتبيلة اللي انا عايزاها. معايا هنا معلقتين كبار من الصلصة، معايا بصلة متوسطة مبشورة، معايا معلقة كبيرة من بهارات مطبخي، معايا معلقة من الزعتر، معايا معلقة كبيرة من الملح المشكل. الملح المشكل ده عليه كمون، فلفل اسود، كزبرة شطة، كزبرة ناشفة شطة. يبقى مكوناتنا الصلصة، البصل، بهارات مطبخي او اي بهارات عندك، لو مش عندك البهارات بتاعت مطبخي عادي، بس بهارات مطبخي دي هي بهارات مطبخ كل يوم جديد، تحفة جدا في كل المشاوي. وعندي معلقة كبيرة برضو من الزعتر، وعندي الملح المشكل، وعندي في الوصفة بتاعتي كمان انا بحب معاه الزبدة، ما بحبش الزيت، الزبدة بتدي طعم جميل 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 جدا، وبتطري كمان اللحم اهو. حوالي نص كوباية من الزبدة هخلطها على مكوناتي دي
وممكن التتبيله دي كان قاعد فيها من امبارح بالليل، بس للاسف انا ما كانش متوفر معايا الصلصه فبيته في الزبادي، يضطر وياخد طراوه اكتر. التتبيله دي اهي هعملها بالشكل ده كده، اهي هقلب كل مكوناتي في بعض. بالشكل ده نقول اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا معانا هنا الورك بتاعنا حوالي 3 كيلو، حوالي 3 كيلو الورك ده كده حوالي 3 كيلو. دلوقتي هعمل ايه؟ هاخد من التتبيلة الجميلة بتاعتي دي وهعمل كده، هدعك طبعا مع الزبادي برضو اهو، هدعك ورك الديك الرومي كله، واهم حاجة من تحت شوفوا الزبادي، شوفوا الزبادي هو مص الزبادي ازاي، السوائل اللي في الزبادي طبعا، الطراوة والطعم الجنان هتلاقوه من في اللحم. انتوا عارفين ان لحم الديك الرومي بيبقى ناشف شوية، الزبادي من عوامل التطرية بتبقى جميل 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 جدا. اهو هبتدي ادخل في كل حتة كده من تحت الجلد بالشكل ده معانا اهو، هحاول كمان اخلي كمان شوية من الجلد عشان ادخل تتبيلتي في كل حتة اهو بالشكل ده، وازقها كده اهو، هدعك الديك الرومي كله كله بالتتبيلة الجميلة بتاعتي دي من ورا ومن قدام ومن كله اهو. هنزل كل اللي عندي اهو، طعم جميل 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 وطريقة مختلفة. يبقى احنا كده عندنا 2 فيديو للوراك الرومي، لتتبيلات وراك الرومي جميلة جميلة جدا. يبقى احنا كده عندنا وصفتين من تتبيلات الديك الرومي، الاتنين اروع من بعض، ولو جربتيهم هتعتمديهم على طول. وطبعا التتبيلة دي تنفع كم الديك الكامل، والتتبيلة برضو التانية اللي احنا عاملينها في فيديو قبل كده كانت تنفع برضو لواحد كامل، واحد معانا كامل اهو. بشيل من التتبيلة كده واتبل بالشكل ده. عندك فرخة ما عندكيش ديك رومي عايزة تتبليها بالشكل ده، تبليها هتديكي طعم خرافة. اي حاجة، بطاية، وزة، اي حاجة انت عايزاها وعايزة تتبليها بالتتبيلة دي هتبقى جنان ان شاء الله. طبعا احنا عملنا بالشكل ده قدامكم، دخلنا في كل لحم الديك حوالي 2 ساعة بالظبط، اسيبه في التتبيلة الجميلة دي، ومن الافضل انها كانت تبات في التتبيلة الجميلة دي من بالليل، بس انا قلت لكم للاسف ما كانش، كان الساعة 1 بالليل وانا بتبله فما كانش عندي الصلصة، فقلت اتبل بالزبادي واتعامل معاكم بالصلصة الصبح. دلوقتي انا هتبلته بالتتبيلة الجميلة دي، هسيبه حوالي 2 ساعة وبعدين نشوف مع بعض احنا هنشتغل فيه ازاي. وجينا يا حبايبي بعد ما سبنا الورك الرومي بتاعنا ده، انا سبته حوالي 4 ساعات. انا بصراحة يعني انا بحب الحاجة بتاعتي تقعد في التتبيلة لاطول فترة، فانا سبته 4 ساعات. انت لو مستعجلة عليه عادي 2 ساعة مش هيقولوا لأ، بس يعني انا بحب الحاجة بتاعتي تكون شاربة من التتبيلة في وقت كافي اطول، فانا سبته حوالي 4 ساعات. وطبعا معانا هو بالشكل الجميل ده، وانا بقول لكم ان انا نقعته في وانا بنضفه، نقعته في الميه في الخل والدقيق والملح، طبعا معاه ميه، نقعته في المحلول دوت ونضفته تنظيف كامل. وبعد كده عملنا الخلطات بتاعتنا دي، وهنشوف بقيه الفيديو بتاعنا احنا هنعمل ايه معانا. الخضار المشكل الجميل ده طبعا مقطعاه تقطيع كبير شوية كده عشان خاطر هو هيتمص في الفرن لما يتحط من تحت الديك بتاعنا او الورك بتاعنا، هيبقى ايه، هيستوي يعني، فلما يقعد فترة طويلة ما يتهريش. انا معايا طبعا حطيت كل الخضار اللي نفسي فيه. انت الخضار اللي انت عايزاه، الحاجة اللي انت بتحبيها، الحاجة اللي بتستهواكي حطيها. انا حطيت بطاطس، حطيت كوسة، حطيت جزر، حطيت قرون فلفل، حطيت بصلة قطعتها صغير، حطيت كمان بسلة
البسله الجميله دي معانا، بسله كانت عندي فروزن مفرزاها، حطيت توم وقشرت يعني قطعته تقطيعات صغيره، والمكون الجميل بتاعي اللي هحطه من تحتيها ده كرفس. الكرفس ده كان عندي فروزن انا مفرزاه بالشكل ده، فطبعا انا حطاه بالشكل دوت، فقطعته على حتتين اهمت هحطه فيهم. والمكون الوحيد اللي مرضتش احطه متقطع هنا وهي الطماطم، حبيت ان انا احطها معاكم مخلوطه في الخلاط بالشكل ده. انا حابه ان انا احطها مخلوطه في الخلاط، مش حابه اخليها قطع. وكمان معانا هحط حبه من الملح يعني احيق بيهم او املح بيهم الخضار بتاعي ده. طبعا انا عندي الورك متملح وكل حاجه، بس هعمل حساب الخضار اهو معايا حبة من الملح المشكل، وهبتدي اعمل كده، هدخل كل مكوناتي في بعضيها بالشكل الجميل ده. ان شاء الله تتبيلة ولا اروع من كده، يعني تتبيلة روعة روعة روعة، وان شاء الله هتعجبكم هي كمان زي الديك الاولاني او الورك الاولاني. ناس كتير جدا شكرت لي في تتبيلة الديك الرومي الاولانية اللي انا عملتها، وان شاء الله دي كمان هتعجبكم. ومعانا كده الصينية الجميلة بتاعتنا دي، هنزل فيها كل ده اهو. هعمله هنا ارضية كده، اوزع الكرفس بتاعي في كل حتة اهو. طبعا هو لو كرفس فريش يعني احسن واحسن، بس انا كان عندي دول في قلب الفريزر فقلت استعملهم اهو بالشكل ده. هعملها فرشة تحت الديك تحت الورك، وهحوض الورك بالطريقه دي بسم الله الله اكبر اهو. وهاخد كل التتبيله الجميله بتاعته هنزلها عليه، هنزلها بالشكل ده كده عليه، مش هسيب حاجه منها، مش هسيب اي حاجه منها. تتبيله هتعجبكم جدا، وان شاء الله كل اللي هيجربها هتعجبه زي الفيديو الاولاني بتاع التتبيله الاولانيه اهي. انا مش عايزه اسيب اي حاجه خالص بالشكل اللي معانا ده اهي. نزلت كل حاجه، طبعا كل ده برضه هينزل على الخضار وهيدي كله طعم جميل جدا اهو. كل ده هينزل مع الخضار هيبقى بالشكل ده. ومعايا حبايبي انا حابه ان انا احط يعني حبه من الميه كده اهي، حابه احط من الميه كده حبه. انا بحب الطيور واللحمه كلنا هنا في البيت عندي بنفضلها مستويه على الاخر، فانا حابه ان انا احط لها بالشكل ده حبه ميه. هدي لها كفايتها عشان ما افتحش عليه تاني ان شاء الله بالشكل ده. وبعدين هقفل عليها كده اهو بالشكل ده، هقفل عليها جامد عشان ما تخرجش البخار بتاعها، تخليه جواها وتكتم جواها كده. بالشكل ده حابه تحطيها في على البوتاجاز شويه ان هي تستوي شويه على البوتاجاز ماشي. مش فاضيه وعندك حاجات كتير هتعمليها وشغاله في حاجات تانية عايزه تنسيها من دماغك بقى وتشيليها من دماغك، حطي على طول الديك بتاعك في قلب الفرن وخليه ياخد راحته. ان شاء الله الورك بتاعنا ده حوالي 3 كيلو، وكل كيلو بياخد نص ساعه في الفرن، يعني هيقعد حوالي ساعة ونص، ساعة ونص في قلب الفرن. انا طبعا انا حابة اديله حبة يعني حبة كده على النار
على العين البوتاجاز، وبعدين هدخله الفرن، وبعدين في الاخر هنشوف الناتج النهائي بتاعه. وده كان يا حبايبي الورك الديك الرومي بتاعنا بالتتبيله المختلفه اللي احنا عملناها النهارده. واتمنى انه يعجبكم زي ما هو عجبني. انا نفسي كانت الريحه بتوصل في التليفون، كانت وصلت لكم الريحه الجميله دي، ريحه مخليه البيت كله جنان. وطبعا ما تنسوناش اذا عجبكم الفيديو في اللايك في الشير سبسكرايب تفعيل الجرس عشان يوصل لكم مننا كل جديد.